أهمية الدم بقى بشكل عام وبشكل طبي وإيه مكوناته؟ طيب، هو اكيد كلنا مرينا على المرحله الابتدائيه والاعداديه وخدنا في العلوم او في الساينس زي ما بيقولوا تمام ايه مكونات الدم. او هو ده عباره عن الدم، هو السائل الاحمر اللي بيسري فيه الشرايين والاورده تمام والشعيرات الدمويه. طب هو مكوناته ايه؟ هو بيتكون من خلايا وبلازما. البلازما هو السائل الشفاف اللي هو موجود فيه الهرمونات، موجود فيه البروتينات، موجود فيه عوامل التجلط، موجود فيه الفيتامينز، موجود فيه المعادن المينرالز، كل ما يحتاجه الجسم. طيب، وفي خلايا سسبندد موجوده في البلازما. الخلايا اللي عندي موجوده عباره عن ايه؟ عندي خلايا دم حمراء، خلايا دم بيضاء، وعندي صفائح دمويه. كل جزء من الحاجات دي له اهميه بيولوجيه، ونقصانها او زيادتها بيؤدي الى مشاكل صحيه. سواء زادت او نقصت يعني اي حاجه في الدنيا في الحالتين زادت او نقصت عن معدلها الطبيعي ليها مشاكلها. ليها مشاكل. ليها مشاكلها. تمام. فنيجي نتكلم على خلايا الدم كوظيفه بقى من وظائف الدم. وظائف الدم. عندي خلايا الدم الحمراء. خلايا الدم الحمراء معروفه ان هي فيها الهيموجلوبين اللي هو بيحمل الاكسجين من الرئه الى كل اعضاء الجسم، وبياخد ثاني اكسيد الكربون من جميع اعضاء الجسم الى الرئتين لكي يتم ايه تنقيته. ده يبقى دي اذا خلايا الدم الحمراء وظيفتها انها كارير بتشيل الاكسجين. تمام. خلاص، الاكسجين مهم لكل العمليات الحيويه في جسمنا. اكيد. نيجي لكرات الدم البيضاء. تمام. كرات الدم البيضاء في منها عده انواع، ولكن باختصار كده بنقول عليها هي وزاره الدفاع للجسم. تمام. وظيفتها كرات الدم البيضاء هي حمايه الجسم من اي غزو خارجي. الغزو الخارجي ده او غزو حتى داخلي لاجسام مضاده او كده، زي ايه؟ زي فيروس، زي بكتيريا، زي طفيليات. كل الحاجات ديت لو بدأت تهاجم الجسم، إذا وظيفة الجسم إن هو يهاجمها ويرد ويدافع عن نفسه عن طريق خلايا الدم البيضاء. يبقى أنا عندي خلايا الدم البيضاء هي البوليسمان أو رجل الدفاع الأول للجسم. تمام. في بقى الصفائح الدموية. الصفائح الدموية ودي بتلعب دور مهم جدا في عمليات التجلط ووقف النزيف. وحاليا دلوقتي الصفائح الدموية داخلة في إيرا جديدة قوي، اللي هي التجميل والكوزماتكس اللي هي ريتش بلازما، بتتحقن في البشره او في البشره وفي الشعر وتدي نضاره يعني. تدي نضاره. فموضوع كتير وكبير قوي بدا يستخدم على مجال واسع. طيب.